وش اللي خلاكي تدخلين هذا العالم؟ أعني عالم ذوي الإعاقة ومتطلباتهم وقضاياهم. أنا أتكلم عن مب بالسنة والسنتين، أتكلم عن فوق 25 سنة، صح ولا لا يا ميلا؟ علمينا القصة، ليش اخترتي؟ عشق. عشق نابع من إيش؟ حسيت نفسي أني وصلت عمر ما سويت شيء لآخرتي، وش قدمت في المجتمع، وش قدمت، كان حدث يعني صار قدامي خلاني صغيرة قدام نفسي. اللي هو حدث بنت كانت، كنت عندي مدرسة تربية خاصة، مدرسة كانت الرئاسة العامة لتعليم البنات، مدرسة بنات، وكان واحد الله يذكره بالخير قال حطي فصول دمج. ما كنت أعرف شو معنى دمج، وش الدمج، شرح لي إياهم. كانوا هذا مدرس تربية خاصة في الفكري، قال لي بدأ تجي مساكين هم وحطيهم مجاني كتابة تبشر وشو. فتحت الفصول الدمج، جلست مع بنت، قامت قلت حبيبتي وهي بتستنى غرفة المصادر، إيش تبغين تصيرين لما تكبرين؟ عمرها 15-16 سنة. قالت أبلة أبغى أتعلم أقرأ وأكتب، مليت من الرجاجيل. شفت الشرس وحسيته صدمة صح؟ إيش كلمتها؟ عمرها 16؟ إيه تقريبا، مليت من الرجاجيل. إيش مكسور؟ إيش مليت من الرجاجيل؟ سكتت، أنا ما قدرت أكلمها، خليتها تروح غرفتها. رحت للأخصائية النفسية، إيش قصة البنت؟ لا تكون أحد يعتدي عليها أو شيء، كلمة تروع. أبوها مزوجها 3 مرات، ما رحم إعاقة ولا طفولة. يعني شوف إيش إحساسك، تغلي ودك تنفجر. هذا لا، ذاك اليوم طبعا ما نمت، صرت أنا كنت هذه النوف صارت قدام نفسها. ما حسيت المشكلة البنت أو أبوها، حسيت أنا وش سويت. أنت يا نوف أوكي حياتك وش بتصير؟ الحمد لله كان عندي بنتي الصغيرة والحمد لله، يعني خلاص عندي عيالي ناظرهم، بكرة بيتزوج كل واحد إن شاء الله في حياته، زوجي الله يخلي لي والحمد لله، بس عيالي بيكبرون يروحون لي، وش بيقع أنا ورجل، وش حياتنا في المستقبل؟ وش أديتي حياتك؟ وش دورك في المجتمع؟ وش دورك في طبعا أنا من أول ما حطيت الدمج هذا حبيتهم، صرت كل يوم عندهم أداوم، متعلقة فيهم. قلت خلاص نوف هذا هدفك في حياتك. كلمت اللي قال لي، قلت أبغى أخدم ذا الفئة، أنا ما عاد ببيه مدرة، وشلون أخدمهم؟ قال الوزارة لسه بادية تفتح مراكز رعاية نهارية، اللي هي وزارة كانت الشؤون الاجتماعية، أول توها بادية تعطي التراخيص للرعاية النهارية، حاجة اسمها رعاية نهارية. عطت كم ترخيص؟ قلت أنا بيه. قال ما فيها فلوس، ترى فيها خسائر، ما حد يدفع والحكومة ما تدعم. قلت ربي بيرزقني أنا وياهم. بالفعل فتحتها، بس مرت علينا سنوات إجاف جدا، يعني ما في دعم من الأفراد ولا دعم من الحكومة ولا في دعم، بس الحمد لله الحمد لله. لما أمر الملك عبد الله أن تكاليف الأشخاص ذوي الإعاقة على حساب الحكومة، الحمد لله صار دعم، مو الدعم اللي إحنا نطمحه، بس الحمد لله خف علينا أعباءنا، قدرنا نقدم خدمات أفضل، والحمد لله صار أبتدى إشراف، وأبتدينا كان مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة جاب لنا مجموعة باحث من برا وعلمونا أداة تقييم رعاية النهارية. هذا البرنامج كان مكلف ملايين على الدولة وعلى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. أنا أحسه هذا جوهرة، هو اللي ساعدني، يعني هو اللي ساعدني أني أعرف أدير المراكز.